بيلباو في حسم الأمور، كرة طويلة برينغوير لكنها بعيدة عنه، أقرب لتير شتيغن. دقيقة متبقية أمام برشلونة للعودة في هذه المباراة وعدم التفريط بهذه الكأس وعدم خسارة البطولة الأولى في الموسم. هذه من جانب ليو، تمرير على جهة اليسار، محاولة إلى جوردي ألباب، ألباب كرة عرضية صدمت في الدفاع وبعد ذلك تحولت إلى رمية جانبية. أحد لاعبي أتلتيك على الأرض بالسلامة إن شاء الله، بالسلامة إن شاء الله. مونعين يطالب الحكم أنه فيه تدخل من ليو. مانزانو يتأكد مع هرنانديز، يعطي إشارة هرنانديز أنه اللعبة عادية، لا يوجد خطأ على ميسي. ممكن يشوفها هرنانديز مرة أخرى. على كل حال مانزانو يتأكد مع مساعدة في غرفة الفيديو في الفار للتأكد ما إذا كان هنالك خطأ على ليو. سيذهب هذا مانزانو إلى الفار للتأكد من هذه اللقطة. ميسي الذي كان البارسا يترقب عودته في هذه المباراة يواجه خطر الإقصاء بالبطاقة الحمراء في هذه اللقطة. نعم، الاحتكاك مع السير في هذه الكرة. هرنانديز يدعو حكم اللقاء مانزانو الذي طرد نيمار في 2017 والإنجريف في 19 كذلك للويس سواريز وسيرجي. الآن بعد التأكد من اللقطة يستدعي ليونيل ميسي وبعد ذلك بطاقة حمراء من جوردي ألبا. البطاقة الحمراء لجوردي ألبا على ما يبدو أو لميسي، هو ذهب إلى ألبا. لخبطنا هذا مانزانو، هي لميسي، نعم هي لميسي. طرد لليونيل في آخر دقيقة من أحداث هذه المباراة. الوضع معقد جدا في برشلونة. ميسي بعد أن كافح كثيرا من أجل أن تعود البارسا حاول أن يصفق بيد واحدة، لم ينجح في ذلك، وجد الكثير من الصعوبات والمعاناة، لم يأتي أمامه إلا مدافع لبيلباو تصرف معه بهذه الطريقة.